يعني من البداية دعني أنوه لهذه النقطة بأنه في ساعات متأخرة من ليلة أمس عودت قوات حكومة دمشق ومرتزقتها الدفاع الوطني استهداف 3 بلدات في الريف الشرقي لمقاطعة دير الزور. البلدات الثلاث هي أبريها والدحلة والصفحة، قامت باستهدافها عبر المدفعية وقذائف الهاون حول تداعيات هذا القصف. كانت هناك أضرار مدنية لحقت ببعض المنازل في الجهة الجنوبية من هذه البلدات الثلاث. لم نعود أي معلومات تؤكد عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية. في الوضع الميداني المستجدات في الريف الشرقي لدير الزور، لا تزال عملية تمشيط والبحث في الريف الشرقي لمقاطعة دير الزور مستمرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي. أما عن حصيلة الإصابات أو حصيلة الشهداء المدنيين جراء الهجوم الذي بدأ منذ يوم من الآن، فهي الحصيلة ذاتها لم تتغير إلى هذه اللحظة. هناك شهيدان وأيضا هناك 7 حالات إصابة جراء هذا الهجوم وعمليات الاستهداف المباشرة. ودعني أوضح النقطة بأن جميع المشاركين ضمن قوات مجلس دير الزور العسكري ومجلس هجين العسكري هم من أبناء الريف الشرقي لمقاطعة دير الزور. بطبيعة الحال سواء كان استهداف لمنازل المدنيين أو للنقاط الأمنية والعسكرية في ريف دير الزور الشرقي واستهداف لأهالي دير الزور، ليس بالمصادفة توقيت هذا الهجوم على ريف دير الزور الشرقي. فيوم أمس يوافق أو يصادف الذكرى السنوية 10 لترك قوات حكومة دمشق عشيرة الشيطات التابعة لقبيلة العقيدات يواجهون مصيرهم مع مرتزقة داعش عندما تخلت عن تلك المناطق لصالح مرتزقة داعش. مرتزقة داعش ارتكبت بحق عشيرة الشيطات مجازر راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص لجانب أكثر من 1300 مختطف، غالبيتهم مصيرهم إلى الآن مجهول. عملية استهداف الريف الشرقي لدير الزور هي عملية يمكننا وصفها من الناحية الإدارية والسياسية بأنها محاولة استهداف إرادة أهالي دير الزور الذين نظموا أمورهم ضمن مؤسسات إدارية وضمن قوات عسكرية تسير أمور مناطقهم. لذلك الهجمات قد تتكرر في المستقبل، وهذا الهجوم الأخير ليس آخر الهجمات حكومة دمشق وأيضا مرتزقة الدفاع الوطني. فعام 2013 أيضا في آب أغسطس مثل هذا الشهر أيضا شنت قوات حكومة دمشق ومرتزقة الدفاع الوطني هجوما على الريف الشرقي لمقاطعة دير الزور، لكن كانت تحت مسميات أخرى. الجديد في هذا الهجوم أنه بشكل مباشر قوات حكومة دمشق تقف خلف هذا الهجوم واعترفت بذلك عبر وثائق نشرناها في وكالة نعم. طب سيد أحمد، يعني ذكرت بأنه هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، وهناك الملفت في هذا الهجوم أنه الحكومة السورية اعترفت صراحة بأنها شنت الهجمات على قرى بريف دير الزور الشرقي. إذن يعني هكذا التصريحات كيف يقرأها الشعب هناك؟ معروف دير الزور هي منطقة قبائل وعشائر، ما هي ردود الشعبية إزاء مثل هكذا تصريحات واضحة وصريحة من قبل قوات الحكومة السورية بأنها تقصف وتهاجم هذه المناطق؟ يعني بطبيعة الحال جميعنا كسوريين ننظر إلى سياسة حكومة دمشق على أنها سياسة لا تزال مستمرة متعنتة في ذهنيتها السلطوية والتقرب من مطالب الشعب وطموحاته بعقليته الأمنية السابقة. ليس هناك من متغيرات في هذا الموقف، وموقف أهالي دير الزور من تصرفات أو هجمات لقوات حكومة دمشق الرافض لهذه الهجمات والرافض لعودته لتلك المناطق بعد أن تحررت من داعش بفضل جهود أهالي تلك المناطق وقوات سوريا الديمقراطية. هو الموقف أيضا لا يزال ثابت كما هو. فكما تعلمين عندما دخلت قوات سوريا الديمقراطية برعاية روسيا في اتفاق أمني مع حكومة دمشق وقواتها العسكرية حرس الحدود لتنتشر بين المناطق الفاصلة مناطق الإدارة الذاتية ودولة الاحتلال التركية، أهالي دير الزور أصروا وكذلك أهالي الطبقة
هو أرق أثره على عدم سماح لقوات حرس الحدود التابعة لحكومة دمشق المرور من مناطقها إلى الحدود الفاصلة بين مناطق الإدارة الذاتية وقوات تركيا. هذا يبين بأن موقف أهالي دير الزور لا يزال هو ثابت رافض لعودة قوات حكومة دمشق إلى تلك المناطق بعد أن تخلت عنهم وبعدما تحاول إعادة سيطرتها لتلك المناطق عبر قواتها العسكرية أو بمنهجيتها وسياستها السابقة المتقربة من الشعب ومطالبه بذهنية أمنية بحتة. نعم، طيب ما هي التداعيات التي يمكن أن نشهدها في المرحلة المقبلة في حال استمر هذا المشهد القديم الجديد المتكرر سيد أحمد؟ تفضل. يعني إن كنا نقصد دير الزور أو الرقة أو الطبقة، هذه المناطق هي مناطق مجاورة بشكل مباشر وعلى تماس مع قوات حكومة دمشق ومرتزقة الدفاع الوطني. مساعي قوات حكومة دمشق ومرتزقتها منذ إعلان الإدارة الذاتية منذ عام 2014 في مناطق الكردية سواء الجزيرة أو قطعة كوبري أو عفرين، منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا مع تأسيس الإدارة الذاتية للإقليم الشمالي وشرق سوريا والتوصل لعقد اجتماع موحد لمناطق الشمال وشرق سوريا والدفع او توجه مناطق اقليم الشمال وشرق سوريا وشعبها نحو انتخابات بلديه تكسب اكثر شرعيه من قاعدتها الشعبيه في هذا الاقليم. الهجمات من قبل قوات حكومه دمشق ومرتزقه الدفاع الوطني لم تتوقف على هذه المناطق. ان عدنا الى التاريخ والى يومنا الان سنشهد تلك المساعي لا تزال مستمره، وايضا تصريحات عن مسؤولية قوات حكومة دمشق سواء في القوات العسكرية أو من الناحية الدبلوماسية من حكومة دمشق لم تصدر أي بيانات أو تصريحات توجه المنطقة أو تحارب عن توجهها لحوار سوري مع مكونات إقليم الشمال وشرق سوريا للتوصل إلى حل. دائما في بياناتها وتصريحات المسؤولين تلمح إلى أن الخيار العسكري لدى قوات حكومة دمشق هو سيكون الوحيد حيال إقليم الشمالي وشرق سوريا والمناطق الخارجة عن سيطرتها. لذلك باعتقادي أن هجمات قوات حكومة دمشق ومرتزقة الدفاع الوطني لن تتوقف على المناطق التي هي على تماس مع الإدارة الذاتية، سواء عبر بعض المرتزقة ستفتعل بعض الفتن وستحاول السيطرة على تلك المناطق، ومن جهة أخرى موقف سيزيد من ناحية احتقان الشعبي لدى السوريين حيال هذا النظام الحاكم الذي أيضا يعني يقوي من شوكة تنظيم داعش الإرهابي اليوم، هذا التنظيم الإرهابي الذي يحاول تجميع صفوفه من جديد. نعم، ليس هجمات قوات حكومة دمشق الوحيدة في التي تدفع نحو احياء مرتزقة داعش وخلاياه لتتحرك بشكل بأريحية ضمن اقليم الشمالي وشرق سوريا. هناك هجمات ايضا منسقة مع قوات حكومة دمشق الا وهي هجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق الشمالي وشرق سوريا، ايضا هي التي تدفع لنوع من الأريحية لدى خلايا داعش للتحرك في هذا الاقليم. فشاهدي مع تمكن قوات سوريا الديمقراطية من الردع او التصدي لقوات حكومة دمشق ومرتزقة الدفاع الوطني سارعت على الفور دولة الاحتلال التركي لاستهداف إقليم الشمالي وشرق سوريا بدءا من مقاطعة عفرين والشهباء مرورا بمنبج وصولا لمقاطعة الجزيرة. بدأت عبر مسيراتها ومدفعيتها باستهداف هذه المناطق، فمنذ الصباح منذ ليلة أمس وإلى هذه اللحظة هجمات دولة الاحتلال التركي على المسيرات وأيضا المدفعية على الريف الشمالي والغربي لمنبج لم يتوقف، وكذلك الريف الشمالي والغربي لمقاطعة عفرين والشهباء لم يتوقف إلى هذه اللحظات. هناك هجمات حتى قبل ساعة من الآن كانت هناك قامت مسيرة دولة الاحتلال التركي باستهداف أحد نقاط قوات سوريا الديمقراطية في جبل كزوان مقاطعة الجزيرة بمدينة الحسكة. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد محمد محرر في وكالة أنباء هوار، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.